نروحوا لسؤالنا في الفقرة الثانية واللي هو عبارة عن سؤال في الثقافة العامة ويقول ما هي الكواكب التي تمطر الماس؟ التي تمطر الماس اسم اشتتحها هي ديامون، وشنو هما الكواكب هادو؟ في هذه في الحقيقة تصعب عليا، نجمو نفوتوها. لا لا احنا نعاونوك، هو سهل، هما من الكواكب القريبة للشمس. أعطني احتمال. القمر ملا. لا لا. الآخر النجوم. لا لا. الضباب. هما كواكب في المجموعة الشمسية. لا لا. فروع التوحة. كواكب في المجموعة الشمسية. لا صعيب عليا من. كواكب تمطر ماس، شنو هما؟ كواكب تمطر الماس. أوكين إيدي، في سيستم سولير تاعنا. باينة في سيستم سولير. نعطي اون ريبونس او بيف، نقول فينوس. نو، هو قريب قريب للشمس. ساتورن. نو قريب للشمس، هي بون الشمس تكون قريبة ليها، كاين مارس، كاين لاتير بعد مارس، ومن بعد كاين واحدة قبلها. شنو هو؟ فين؟ إجابة صحيحة وهو نيبتون، ومازال كوكب واحد آخر، شنو هو؟ أوكين إيدي، بلوتون. نو أوكين إيدي. ما هي الكواكب التي تمطر ماس؟ الكواكب التي تمطر ماس، والله ما عندي. ما ليش ستحا ديامون. والله ما عندي فكرة هذه يا أختي، والله ما عندي فكرة عليها. هما سهلين. نعم سهلين وقراب لكوكب الشمس. والله ما عندي فكرة، ما عنديش فكرة عليها. أعطيني احتمالات. أقول لك زحل ولا قراب لزحل. والله ما على بالي أبر، والله ما عندي معلومة، ما جازتش عليا المعلومة هذه من قبل ولا ديامون. أوكين إيدي. هما ساهلين. قدام الجزائر. شغل قدام قدام لاتيغ. هما من الكواكب القريبة لكوكب النجم الشمس. نجم الشمس. با بالك ساتورن. نو. نبتون. إجابة صحيحة وهو الكوكب الأول عندنا نبتون، مازال كوكب واحد آخر شنو هو؟ لا لا. جوبيتر. نو. مارس. لا لا ماشي مارس. لا لا. يورانوس. لا لا. الإجابة صحيحة وهو أورانوس. عندنا هما كوكبين، كوكب نبتون وكوكب أورانوس. هذا الكواكب عندنا اللي يمطروا الماس، وهذا نسبة إلى ارتفاع درجة الحرارة وكمية الضغط الكبيرة في هذه الكواكب.